صباحكم خير وبركة مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة مباشرة من صباح الشروق، صباح نجدد فيه ولائنا وانتمائنا للوطن السودان، صباح أيضا مزاد للفرص، وفي فرص بتكون الشخص بكون بالنسبة لها جاهز، وفي فرص بتفوت على الناس لأنه ما بكونوا جاهزين. فعايزين نأكد في الصباح أنه أي فرصة جات ولقيتك أنت ما جاهز معناته ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لك، فقط نسعى من أجل المزيد من الأهداف ومن تحقيق الذات ومن بلوغ المراتب العليا بإذن الله تعالى. إذن أهلا وسهلا بالجميع، صباح متعدد الفقرات والمحطات، نتمنى أنه تنال رضاكم واستحسانكم. بدي حسنك كلمات محمد علي أبو قطاطي ألحان وأداء خليل إسماعيل، مشاركة أداء نميري حسين في صباح الشروق، نتابع من ثم نعود مشاهدين. Good day.